السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءة جديدة وحصرية على قناتنا لمواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. كتر في الاستغفار في الدعاء علشان بيغير ايه القدر. برج السرطان قراءتك جميلة باذن الله من غير ما نبدأ فيها، وبفضل ربنا هتكون فيها طاقة ايجابية. النهارده التاريخ 6 مارس، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ علشان مصداقية قناتك، اما قراءتك عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسين. ركز معايا في الطالع بتاعك، واللي ينطبق عليك تنزل تقولهولي في الكومنتات. وزي ما ببشرك باخبار حلوة وقراءات جميلة، ما تبخلش عليا باللايك الحلو اللي بتصلي فيه على الحبيب. يلا بقى التركيز معانا، ويلا بقى الثقة بالنفس العالية اللي دايما عندنا، والتركيز اهم حاجة، واللايك الحلو، ونشوف مع بعض ايه الاخبار بتاعتك. اخر الفيديو هنشوف رسالتك، بس قبل ما نشوف رسالتك دلوقتي هقولك على دعاء تقوله ورايا باذن الله يكون طاقة ايجابية. اللهم يا جابر المكسورين اجبرني، اللهم يا جابر المكسورين اجبر بخاطري، اللهم يا جابر المكسورين اريني عجائب قدرتك في جبر خاطري. دعاء جميل وبسيط، بس قوليه او قولوه هتحسوا بالفرق قوي، علشان هو الدعاء اصلا معمول لراحة البال. نشوف مع بعض ايه الاخبار وايه التوقعات. اول حاجة احب ابشركم بيها ان انتوا عندكم رجوع لغايب، رجوع لشخص، هيكون في جواز، في بشرة حلوة، طاقة عامة. فانتوا عندكم رجوع الفترة دي عامل عالي قوي، وممكن كمان يكون عندكم خبر حبل. اغلب البعض منكم بيفكر في الماضي، الاغلب مهووس ودموعه في عينه بسبب فقدان اشخاص عزيزة على قلبكم، او بسبب بمعنى صح اشخاص غالية على قلبكم. الفترة دي انتوا عندكم صراع نفسي، صراع نفسي بسبب اهلكم، بسبب الاهل. الاهل حاطينكم في مكانة صراع، في مشاكل على طول بتحصل على ابسط المواضيع، على ابسط الكلام، وده طبعا انتوا حاجة مش حابينها ولا عايزينها، بس ساكتين وبتقولوا اكيد ان الله مع الصابرين. الصبر دايما بيكون مفتاح الفرج، فانا هفضل صابر لحد ما الدنيا عندي تتيسر، وحد ما اشوف ايه اللي هيحصل. فالفترة دي فترة مميزة، فترة فيها الدعم عندك عالي، او بمعنى اصح فترة فيها ان انت مندفع قوي للامام، وصاحب حق او صاحب شخصية قوية. كمان هنا عندك هنا انتظار في حاجة معينة انت منتظرها بشكل كبير جدا. اي نعم، الانتظار ده هيتقلب بنجاح وسعادة، بس انت الفترة دي منتظر. وفي نفس الوقت عندك بعض الألم في الركبة، في الظهر، قلة نوم، العقل على طول تفكير، تشتت، تردد، كلام كتير جدا بيحصل عندكم. بس برضو ده من فترة ان انتوا عمالين تفكروا في الماديات، طاقة التفكير عندكم في الماديات رهيبة. البعض منكم شغال، او البعض منكم داخل في مشروع جديد، او في حاجة عنده عمال يسعى من اجلها علشان يكبرها وتنجح. في سفر عندكم بشكل كبير جدا خارج البلد، وده ممكن يكون سعادة للناس اللي مستنية سفر. وفي نفس الوقت ممكن يكون تطورات كتيرة في العلاقة اللي انت مش متوقعها ابدا، علاقتك مع الشريك او علاقة مع حياتك انت بشكل كبير. احتمال كبير جدا يكون في لقاء لشخص جديد هيدخل حياتكم، فعايزة ابشرك بمفاجأة هتحولك من حاجة لحاجة تانية خالص، مش يعني هتحولك بطاقة كبيرة جدا، وهتكون فترة جميلة وبداية لمرحلة مهمة او لخطوة جديدة. كمان هنا عندك حظوظ عالية، الحظوظ العالية دي على جميع الاسعد عندك، هتخلي نجمك بيلمع، وهتخليك كده صاحب شخصية جميلة، وتحط النقط على الحروف بقى مع الحبيب. انت هتقعد قاعدة مع الحبيب وهتقول له الامر 1 2 3، انت عليك كذا وانا عليا كذا، والمواضيع هتبدأ تيسرها كده بنفسك، هتبدأ ان انت تاخد فيها خطوة ايجابية.
كمان هنا انتوا يعني فقدتوا الاهتمام بالشريك، لا اما هو ما بقاش يهتم بيكم، لا اما انتوا ما بقيتوش تهتموا بيه، في حد فقد الاهتمام بيكم ومركزين دايما على اعمالكم المعينة، رغم ان العلاقة العاطفية دي حاجة بالنسبة لك كبيرة عشان انتوا حساسين جدا وبتحبوا الرومانسية، بس طبعا انتوا متجاهلين او الشريك متجاهل الحاجة دي او متجاهل المواضيع دي، فده طبعا انتوا مخليكم ساكتين ومستحملين، ممكن يكون عشان حاجة معينة. فكمان عندك هنا تحسين في الوضع بإذن الله. في كمان هنا دروس انت اتعلمتوها من الحياة، والدروس اللي انتوا اتعلمتوها من الحياة دي انتوا حاليا بتطبقوها على حياتكم. يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي انتوا اتعلمتوها بتطبقوها الفترة دي، يعني هي ملهاش مثيل من الهم من الزعل اللي جوه قلبكم، لدرجة ان انتوا سمعتوا خبر، الخبر ده خلى دموعكم نازلة وسايرة من غير اي سبب. في هنا كمان حد دايما معرض ان هو يهينكم ودايما يأذيكم ودايما كده بيحاول بقدر المستطاع ان هو يحسسكم بالغربة والوحدة. اهدوا شوية وهدوا اعصابكم. البعض منكم في فترة شغل جديد أو في فترة منصب، والبعض منكم ممكن يكون مستني مكالمة، مستني رسالة، مستني خبر. البعض منكم ممكن يكون داخل في مشروع زي ما قلت، وهيحاول ان هو يكون مندفع اكتر. فعشان المشروع ينجح اللي انتوا داخلين فيه، بلاش الركود وبلاش تتكلموا عن اي حاجة وبلاش تسبقوا الاحداث، يعني تقولوا احنا ان شاء الله لما ربنا يكرمنا هنعمل ونعمل ونعمل، ده غلط خالص. ده اللي مخليكم عمركم ما بتوصلوا على اللي انتوا عايزين. اهدوا وما تبالغوش قوي، واكتموا، حاولوا تكتموا وشوفوا الاختلاف هيحصل عندكم ازاي، حاولوا تكتموا وتشوفوا ايه اللي هيحصل عندكم، ايه المواضيع عندكم هيبقى فيها ايه، هيبقى عندكم احساس بالبعد وهيبقى عندكم فرق وهيبقى عندكم خير، وهتحاولوا تطلعوا من اللي انتوا فيه بشكل كبير جدا. وممكن كمان هنا هتحاولوا ان انتوا تكشفوا على المشكلة اللي عندكم سلبية، وتحسنوا من الدخل بتاعكم او من التأثيرات السلبية اللي عندكم. نفس الوقت كمان ممكن يكون عندكم تجديد في حاجات معينة، ممكن تسمعوا خبر لشخص كده كان غايب عنكم، ممكن تسمعوا له خبر جديد او هتسمعوا حاجات جديدة في حياتكم. عندك هنا الفترة دي من أكتر الفترات اللي عندك حاجات جديدة بخصوص وجع الأسنان. أنت عندك هنا زيارة للطبيب لدكتور أسنان بسبب إن عندك أسنانك بتوجعك. كمان الفترة دي في ابتسامة لطيفة، ابتسامة مع الشريك أو ابتسامة فيها قوة كده أو فيها قدرة حلوة على تجاوز الأمور وتجاوز الأحزان اللي عندكم. انتوا في حد معين في حياتكم بتحاولوا بقدر المستطاع تنسوه، علشان بتقولوا ان الشخص ده كان قرار غلط ان هو يدخل حياتنا، وكان حاجة غلط قوي في تفكيرنا اصلا، فبدأتوا تغيروا اول حاجة في تفكيركم وبدأتوا تغيروا في حياتكم بالكامل، وان انتوا تطردوا ناس من حياتكم بشكل بسبب المشاكل. عندكم علاقة غامضة مع الشريك أو علاقة غامضة في حياتكم تعباكم، وهي السبب الرئيسي اللي مخلياكم قافلين على نفسكم ببال. انتوا معروفين عنكم ان انتوا بتكرهوا الروتين ومبتحبوش التقيد في العلاقات، بتحبوا التحرير، فعشان كده بسبب ان انتوا متألقين هيكون عندكم مناسبة حلوة قوي، والمناسبة دي هيكون فيها لقاء بينك وما بين حد جديد، وهيبقى في شغل جديد او في حياة جديدة. عندك هنا كمان خروجة مع شخص، الشخص ده هيخليك تاخد دفعة للقدام، وهيخليك تحل اي مشكلة في حياتك، وهيخليك دايما كده صاحب قوة خارقة وصاحب شخصية جميلة. عندك هنا طريق، الطريق ده بيتفتح قدامك، الطريق ده سهل قوي، الطريق ده ممكن من خلاله تسد ديون عليك، وممكن من خلاله التعب اللي جواك تحس كده بطاقة انفراج جديدة.
عندك كمان هنا يعني حد لابس قناع هتطرده من حياتك، وهيحاول قوي او هتحاول قوي الفترة دي ان انت تقف على ارض صلبة وتحل المشكلة العاطلة اللي عندك اللي جاية لك بسبب الشريك او بسبب حد. والموضوع كمان اللي بيخص ورث وعمال تطالب بحقك ومحدش معبرك، انت لازم تحدد مصير حياتك حتى لو هتخسر، بس لازم تكون صاحب قوة وصاحب عزيمة. ليه؟ علشان انت هنا مصمم على حقك. كمان الفترة دي مش هتستسلمه تاني زي الاول، هتمشها خلاص، يعني جو الاستسلام ده مش هتستسلمه، وهتحاولوا بقدر المستطاع تحلوا الحلم اللي انتوا عمالين تسعوا من اجله، والشعور بالامان والرغبة في تطوير نفسكم مفتوح قدامكم. فكونوا حذرين ان انتوا تضيعوا اي فرصة حتى لو من غير قصد في حياتكم الفترة دي. دايما اقول ان انتم متحاولوا بقدر المستطاع ما تدخلوش اطراف سامة بعلاقتكم، وتوصلوا المشاكل بينكم وما بين الشريك للانفصال، ده بسبب الخطأ بتاعكم انتم، فلازم انتم اللي حاليا بتدفعوا ثمنه. الاطراف دي سعيدة قوي اللي انتم بتدخلوها في حياتكم، سعيدة ان هي تنفصلكم عن الشريك، فبلاش تدخلوا الشك. واي حد اتاكدوا انه يوصلكم كلمه على الشريك، اتاكدوا ان ده قاصد يخرب بيتكم. الناس اللي بتحب خير لحد ما بتوصلش، ليه؟ علشان ما بتحبش خراب البيوت. فاللي بيقول لكم ده خاين وده بيعرف ناس، يا ريت تشوفوا بعينكم وتستكشفوا انتم، وتبعدوا عن طاقات الشك. انتم مشكلتكم ان انتم روحانيين جدا، يعني عندكم طاقه كده تربط الاحداث ببعض رهيبه، وده بيخليكم تتضايقوا ودايما معرضين للحسد الشديد. بس انتوا فعلا عملتوا حاجة جديدة في حياتكم، وهي ايه؟ ان انتوا تبدأوا حاجة جديدة، بدأتوا تجيبوا الكتاب وترموه وتبدأوا صفحة جديدة، ودي حاجة كويسة جدا ومميزاكم عن غيركم. فحاولوا ان انتوا تفتحوا مجال جديد، تعملوا حاجة جديدة، ودايما ما تدخلوش حد بينكم ما بين الشريك او بينكم ما بين حد علشان المشاكل اللي انتوا بتمروا بيها. الصحة عندكم في تحسن او في طاقة شفاء بإذن الله، وفي نفس الوقت هيكون عندكم قبول للحسن الفترة اللي جاية، وممكن كمان يكون في صلح او سماع اخبار حلوة او زواج، تطوير في علاقات، تطوير في امور حلوة بإذن الله. بس انتوا الفترة دي حاولوا تمسكوا على ايدكم شوية، وحاولوا تسترجعوا حقكم من اي حد بيستغلكم، ودايما يكون عندكم قوة خارقة ان انتوا تكونوا مختلفين ومميزين عن غيركم. ليه؟ عشان الناس اللي ما بتحبش الخير لحد كتير وموجودة، بس انتوا اللي مدينهم الامان الزايد عن اللزوم. مفيش حد يستاهل اللي انتوا بتعملوه ده من اجلهم. حساسين قوي زيادة عن اللزوم، وبتاخدوا كل حاجة بحساسية، فلازم تكتشفوا الأسباب اللي مخلياكم انتوا كده أو في الحالة دي. البعض منكم في عزلة، البعض منكم مبتعد، البعض منكم ما بيعملش الحاجة اللي هو بيحبها، البعض منكم عايش وكاره حياته. بالعكس، اطلعوا جددوا، انتوا هنا في فترة استشارة روحانية ليكم، يعني في فترتكم انتوا لاستكشاف الحاجات اللي موجودة في حياتكم، فلازم يكون عندكم ثقة بنفسكم، وبلاش كل حاجة تاخدوها بحساسية زيادة عن اللزوم. دموعكم دايما على خدكم من ناس موجودة في حياتكم، دموعكم دايما نازلة من غير اي سبب، من ديون عليكم، من ضغط نفسي عليكم، من طاقة سلبية عليكم، من اي حاجة. وعشان كده من وقت للتاني بتحسوا بالصداع المستمر اللي ملازمكم واللي عامل لكم ضغط نفسي. فياريت تهدوا كده، وايه، والناس اللي رامية ودانها ليكم دي وعايزة تعرف كل اخباركم، الفترة اللي جاية باذن الله هتعرفوا قد ايه ان هم بيحبوا يخربوا البيوت العمرانة. في نفس الوقت كمان ممكن تكون الفترة اللي جاية دي فترة تطورات جديدة،
في حياتك، او هيكون مؤشرة جديدة لحياتك، الله اعلم، بس هتكون في فترة جديدة ليك انت، فانتبه كويس جدا وخد حذرك. اعدائك انت عارفهم بس مش عايز تتكلم معاهم، ليه؟ علشان بتقول الكلام مش هيميزني او مش هيعمل لي اي حاجة. طول ما انت محتاج وجود نفسك بنفسك، اتأكد ان انت على الحق. واليوم اللي تحس فيه ان انت محتاج تطبطب على نفسك، اتأكد فعلا ان انت عرفت قيمة نفسك، وان انت لما هتعرف قيمة نفسك مستحيل تحط نفسك في مكانة مش بتاعتك، ففي انفراجات هتحصل لك بخصوص الامور العاطفية خلال الفترة دي، ممكن خطوبة، زواج، ان شاء الله بإذن الله بفضل ربنا هتسمع اجمل الاخبار واجمل الاشياء الجديدة اللي عندك. في كمان هنا اشخاص هيحاولوا فعلا ان هم يسعدوك، حتى لو هيجوا على نفسهم في حاجات عندك. كمان البعض منكم هنا حاسس بألم اسفل الظهر، ألم كده في الظهر غير طبيعي بسبب التفكير الزايد في حياتك، ده مسبب لك قلة نوم، وقلة النوم مسبب لك ارهاق وتعب ووجع في الجسم. وحالتك النفسية بإذن الله بفضل ربنا هتحس كده ان فعلا ربنا هيديك طاقة وفرج حلو قوي، وهتحس قد ايه انه فعلا عوض ربنا لما بيجي في الوقت المناسب بيكون شفاء اصلا. دايما مكتفيين بذاتكم، يعني انتوا دايما بتكتفوا بذاتكم، ففي هنا تطوير مع شخص، الشخص ده حاليا هو رافض مجالكم، او حاليا هو واقف بينكم وبين تطوير حياتكم، بس ان شاء الله باذن الله هيحسن لكم الامور الفتره اللي جايه. بنفس الوقت كمان انتوا عندكم طاقه ندم على قرار او على تصرف او على حاجه حصلت منكم من غير يعني حصلت منكم غصب عنكم، فالفتره دي بتحاولوا ان انتوا تحسنوا وبتحاولوا ان انتوا تتماسكوا اكتر. فعندكم هنا طلب السماح، او حد طالب منكم السماح، انتوا بتحاولوا بقدر المستطاع تطوروا اللي انتوا بتمروا فيه حاليا. معروف دايما ان انتوا مميزين في ايه، في عزه النفس، عندكم عزه النفس دي عاليه قوي يعني بطريقة كبيرة، لدرجة ان انتوا مستحيل تطلبوا حاجة من حد، يعني خالص مستحيل تعملوا اي حاجة. بتحبوا الحياة البسيطة، بتحبوا التواضع، بتحبوا الحياة الجميلة، ما بتحبوش الكلام الكتير، ما بتحبوش العلاقات المزيفة، بتقولوا خليكم صرحة، يعني دايما بتدوروا على حاجات اصلا بتحسوا ان هي مش موجودة، يعني ساعات بتقولوا كده فعلا الحياة دي مش موجودة. في هنا كمان يعني إشاعة بسبب واحدة ست عمالة تتكلم عليك فيها، وفعلا انت ملكش اي ذنب، انت من كمية الوجع قلبك مكسور، وكل ما بتحاول تصلح علاقتك بقلبك بتلاقي مفيش اي تجديد او مفيش اي استقرار. ليه؟ علشان قلبك فعلا مكسور. طب قلبك مكسور ليه؟ بسبب قرارات غلط، او بسبب ان انت رخصت نفسك وحطيت نفسك في مكانة مش يعني مكانة خدت من طاقتك، مكانة مخلياك مش واقف اصلا على ارض. فياريت تبدأ بداية جديدة، واوعى ابدا تقلل من نفسك وتفضل مع حد مش بيهتم بيك او مش مراعي مشاعرك. انت عندك مال قادم ليك هيعوضك وهيبشرك عن فرحة طال انتظارها، المال ده انت من خلاله هتعمل حاجات كتير، انت دايما العين مش سايباك في حالك ومركزة معاك بطريقة كبيرة، العين دي هي سبب ضغوط نفسية فيك وسبب عراقيل لسه ما تحلتش قدامك. ليه؟ بسبب ان انت عمال تتكلم، عندك وسواس رهيب، الوسواس اللي رهيب ده بيخليك كده انت وقاعد في ثانية تربط كل حاجة ببعضها وتجيب النتيجة، لدرجة ان انت بيقولولك في ايه انت ازاي كده، فده طبعا تقلب المزاج عندك برضو عالي، عشان نكون صراحة معاك
بتبقى قاعد كده فجأة، وفي نفسه تلاقي لو انت في فرح في نفسه في فجأة كده تلاقي الدنيا اختلفت معاك وتغيرت. ليه؟ بسبب تقلب المزاج. طب تقلب المزاج ده بيجيلك ايه؟ بيجيلك من ضغوط نفسية، بس محدش فاهم كده. بيجيلك من الضغوط اللي عامقة جوه قلبك بسبب اللي انت فيه. انت اليومين دول تعبان بسبب ايه؟ بسبب ان خلاص الدين عليك وانت مش عارف تتصرف، رغم ان يعني انت حاربت كتير، حاربت العواقب اللي موجودة قدامك، حاربت اشياء محدش يحاربها، وقفت وعفرت وجيت على نفسك وكنت صاحب قوة، بصراحة ما خلتش. بس علشان تهدى بطل الظنون اللي انت مش متأكد منها، بطل تشك في حاجات كده مش عارف جايلك منين، او مش عارف اصلا الحاجات دي فين. ابعد عن اي يأس او من اي حد، حتى لو كان اعز مليك بيديك طاقة سلبية، ابعد عنه. انت بتحب الحياة البسيطة وبتحب التقلب، ما بتحبش ابدا الكلام الكتير. فحواليك ناس في حقد، في غل، في حسد، في نكارين جميل، في قلة اصل في حياتك ومحوطينك، يعني مش في حياتك بس، لا ده هم محوطينك. عارف يعني ايه محوطينك؟ يعني ما بيحبولكش الخير، ولا حابين لك تكون ان انت كويس، او تكون ان انت في نفس المكانة اللي انت فيها. فان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب الفترة اللي جاية، وهتكون صاحب قوة وصاحب عظيمة وصاحب كده أشياء جديدة في حياتك. ليه؟ علشان خاطر انت الفترة اللي جاية دي هتكون في قوة خارقة مع ناس جديدة. الناس الجديدة دي هي اللي هتكون واقفة بينك وما بين حد، او هتكون يعني هي سبب ان انت يكون عندك سعادة في حياتك. انت متألق، فما تضيعش التألق ده من حياتك، وما تضيعش الفرص العظيمة اللي عمالة تحصل لك واحدة ورا التانية بسبب حد موجود عندك عمال يأذي فيك وعمال يتكلم عليك. روحانياتك كلها عالية، وده بيدل ان انت في تبشرات قادمة ليك من خلال ناس موجودة في حياتك. فبلاش ان انت تسمع كلام حد، وبلاش ان انت تخلي حد حتى يوصلك كلمة عن حد مش كويس. نشوف بقى رسالتك، وان شاء الله باذن الله رسالتك تكون قوية وجميلة. طيب الرسالة بتاعتك بتقولك ايه؟ لا تيأس من اي شيء، ولا تخاف ولا تقلق، فالخير قادم ليك قريب باذن الله. طيب نقول رسالتك تاني. لا تيأس من أي شيء، ولا تخاف ولا تقلق، فالخير قادم ليك قريب بإذن الله. بسم الله. رسالتك قوية وتدخل القلب من غير أي تردد. رسالتك كده تحسسك بالأمان وبالراحة النفسية. رسالتك جميلة طبعا. ما تبخلش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلي بيه على الحبيب، ولو القراءة عجبتك قولي في الكومنتات، واهتم بالفيديو بتاعك علشان دايما اهتم بقراءاتك واهتم بفيديوهاتك، ولعل تكون طاقاتك شفاء بإذن الله الفترة اللي جاية، ولعل يكون السعادة مفتوحة قدامك والخير القادم. تحياتي ليك، وأتمنى لك كل ما هو جميل من أجل عيونك.